هاي جايز، اهلا وسهلا فيكم في قناه اليوميات. طبعا اليوم نسيت ايش كنت بقول، ما قاعد اسمع ماما ونسيت ايش كنت بقول. دقيقه، اوكي تيك تو. هاي جايز، اهلا وسهلا فيكم في قناه اليوميات. طبعا اليوم بصور لكم فيديو انتم مره تحبونه، يعني من اكثر الفيديوهات اللي تحبونها، اللي هي فيديوهات تجهيز السفر. طبعا طلب طلبيه بوريكم اياها، بس قبل لا نبدا في شخص مشاركنا بذا الفيديو. مين قولي؟ هيا هيا، مشاركتنا بذا الفيديو. هاي جايز، من زمان عنكم، اشتقت لكم مره. يو جوالي طاح. اوكي، بس قبل لا نبدا هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد، وضيفونا على حساباتنا السوشيال ميديا سناب شات انستغرام وتيك توك. يلا نبدا. طبعا الطلبيه من شيئاً. طبعا شيئاً عندهم اشياء مره حلوه، احنا ما توقعنا ان نلقى اشياء للسفر زي كذا، بس لقينا. العاده نطلب من اماكن ثانيه ويعني ما لقينا هذه الاشياء اللي طلبناها، فانصدمنا ان لقيناها. وفي اشياء يعني في يعني كم شيء. اول شيء اشياء احنا بنوريكم مشترياتنا للسفر والطياره عشان ايش؟ يعني فترة سفر وكذا عشان تستفيدون. وطبعا سفرتنا قربت، فالفيديوهات الجاية كلها تكون عن السفر، فانتظروا. يعني نبدأ أول شيء. يلا، أول شيء وأهم شيء هو طبعا حنا نقول لهم طيارتنا ايه؟ شوي طويلة، يعني ما راح نحدد تقريبا، يعني ما راح نحدد لكم لأن أكيد بيدرون إذا حددنا لهم، بس إنه لازم ننام بالطيارة. أوكي، فخذينا هذا. طبعا هذا المين لي؟ لنا. ايه، يعني طلبنا كم واحد بس شلون كذا، عرفتوا؟ من داخل هنا تحطون جوالكم كذا تنامون، عرفتوا كذا؟ او يعني تقدرون تنامون باي جهه، بس تقدرين تقلبينه على تحت وتخلينه مخده. ايه، يعني تقدرون تسوون فيه اي شيء، عرفتوا؟ تقدرين كذا جيبي كذا. ايه، تقدرون كذا مثلا كذا تنامون، يعني متعدد الاستخدامات. ايه، يعني في كم طريقه تقدرون، وسهل انه ينفخ. ايه يعني مره سهل. عجبني هون، يعني عجبني القلب اللي هنا انا الصراحه. يعني اذا تبون تنفخونه يعني استخدموا هذا. خذينا هذا بعد مشان كذا، ما ادري شلون صراحه ماما اللي نفختها، ما ادري شلون ننفخها. ماما نفخت هذا اللي معاك من نفسها. صوت عالي، صوت عالي، بس عادي يعني نسويه بحمام الطيارة. شون كذا نحطه على المكان اللي ينفخ، بس ما راح افتحه كذا، ويعني ينفخ بسرعه مره. اذا بتشترون زي كذا انصحكم خذوا ذا، لانه اذا ما خذيتوه ما راح يعني تنفخونه بسرعه. وش بعدين خذينا؟ بوريهم الاشياء اللي هنا. ايوه هنا. اوكي، طبعا صالح يعني توه صغير، فما يعني سافر كثير معانا، عرفتوا؟ بس كم سفره، بس انه اذا اللي كانوا يتابعونا من زمان يتذكرون سفرة جورجيا، كان قاعد بالطيارة وطفشان. حتى سفرة شرم الشيخ كان قاعد كم ما عنده شيء، فماما بما ان الطيارة طويلة ماما خذت له اشياء يسويها. اول شيء خذت له هذه البازل، يعني مرة بازل. طبعا ما ادري لان ما فتحناها، بنفتحها بالطيارة بس كذا، يعني تركيبات ويركب عشان ما يطفش، لان الاطفال يطفشون بالطياره، وبعد ما في نت فيمكن ما يتابع ولا شيء، فيقعد يلعب، عرفتوا؟ هذا اللي انا مستغربه وش سالفته. اي واحد هذا؟ لانه مو بلغتنا. شوفوا طبعا هذا اللي بعده كتاب. اوكي، اتوقع انه قصه، بس انه مو بلغتنا. ما ادري كوري، ياباني، يقدر يتفرج على الصور مثلا، صيني. بس انه تدرون ايش نقدر نسوي؟ نسوي له فعاليه انه يتفرج على الصور وهو يسوي القصه، يعني إيه يتخيل. بس انه ما في يعني كلام، اتوقع ماما غلطانه يعني ولا ما ادري. بعدين هذا صالح يحب الاشياء اللي فيها، عرفتوا شو اسمه؟ الغاز وكذا. إيه، فشرينا له هذه. مو الغاز، متاهه اتوقع. إيه، يعني اشياء كذا غريبه، عرفتوا؟ هو بعد يحب الالغاز. المهم فشرينا له هذا، يجي كذا، يعني مثلا يدخل من هنا ولازم يطلع من وين الطلعه، يعرفون؟ ما ادري وين الطلعه، بس لازم يطلع من المكان. اوكي، بعدين هذه اتوقع ان كل كوره، يعني كل دائره لها يعني بالحال، عرفتوا؟ لازم هو يركبها. احس هذه سهله، ما ادري ايش جايبينها. يعني هذا شريط للتلوين،
شوفوا طبعا ما راح نفتحها بس انه يجي كذا. شوفوا من ورا يجون الالوان كذا، اتوقع انه يحط مويه ايه؟ على الالوان ويلون كذا. حلو مره مره حلو، بس انه بيحوس الدنيا. انا ما راح اقعد جنبه. انا اللي بقعد جنبه. هذا اللي انا عجبني الصراحه، بفتح لكم اوريكم. يجي كذا. طيب هذه اوراق، اوكي مثلا تسحبون يعني ويطلع لكم هذا الشكل، اوكي لازم تسوونه بالتركيبات هذه، عرفتوا يعني تطلع لكم اشكال لازم تسوونها. فاتوقع ان بيلعب صالح فيها هذه اكثر شيء، لان صالح يحب هذه. نسينا نقول لهم كود الخصم، وقولي لهم. اوكي طبعا عندنا لكم كود خصم يخصم لكم 15% اللي هو كتبناه هنا. طبعا هذا بعد شريناه اللي هو عيد 24 هيا، بنكتبه لكم هنا. طبعا ما ادري ليش يكتبون هيا، لان انا سبيشل وانا اللي فتحت القناه. المهم فهذا انا بسرقه، ما مشاريته صالح بس انا بسرقه. انه كذا يعني ما ادري ترسمون فيه، اتوقع تعرفون لانه مستحيل ما حد عنده اياه، يعني مره مشهور. اوكي وبس هذه الاشياء اللي خذيناها لصالح. بعدين دقيقه يلا. واو رمية حلوة. طبعا جي ان مشهورين بالكفرات حقاتهم، فاكيد احنا لازم نطلب كفرات. اول شيء هي طلبت كفر، طبعا انا الكفر هذا عاجبني مرة، جيبي عشان اجربه على جوالي. ومن قهرة انها هي ما اخذتها، بس يلا عادي. كنت باخذ اللون البينك بس هم قالوا لي ازرق احلى، انا قلت لها بينك عشان انا اخذ الازرق بس يعني ما. طبعا يجي كذا مرة جيبي مرة احط مرة جوالي عليه. طبعا دقيقة، احنا شارين واحد نفسه من بوليفارد وورلد وكاتبين عليه اسامينا، بس هي خربت حقها. انا حقي انكسر. تخيل خربتها للمرة الثانية، خربتها مرة اولى بعدين راح تسويه بعدين خربتها المرة الثانية. طبعا جوال هي ازرق بعد، مو قاعد يدخل. افتحي الثاني لين اخلص. اوكي وهذا صورتها ماما كذا، مو قاعد يدخل. ماما شكلها جايبه جوال غلط. اجل يمكن جوال، او يمكن انا ما عرفت ادخله. المهم دخلته خلاص. ماما شرت هذا. اوكي هذا احس ينفع للكبار يعني ما ينفع للصغار. انا كنت باخذ نفس اللون الثاني بس بعدين ماما قالت لي ما انت مستخدمته. اوكي فشان يجي كذا، وهذا بوك. اوكي يعني شلون مثلا اذا بتطلعون مكان سريع عرفتوا، ما له داعي انكم تاخذون يعني شنطه كامله، لا تاخذون الكفر. طبعا شلون يجي معاه هذا، اوكي يعني يلبس كانه شنطه عرفتوا، بس انا ما راح اركبه الحين، بس يلبس كانه شنطه. وهنا بوك يعني شوفوا تحطون فيه فلوس، تحطون فيه البطاقات وكذا، خلاص تمسكونه. اعطيني جوال، ما ادري وين جوالي كذا شكله. طبعا ما ادري ماما جوالها معاها فعشان كذا. وهذا حق هيا عجبني. لا ما يدخل بجوالي لان جوالي غير، بس هيا جوالها لونه ازرق فطالع حلو. احس ان انت شاريه الغلط لان الكاميرا جاي كي مفروض كبير، عرفتي؟ لا وين الكيسه حقتها مكتوب عليها؟ هذا هي الثانيه. مكتوب ايفون، مو مكتوب ايفون. جيب الشيء اللي بعده. هذا شيء المفضل جايز، شوفوا تخيلوا. هذا بعد كنت ابي اطلبه اوكي، بس ماما قالت انه لا يعني ما راح تحتاجينه، فتوقع امي خذاه. هيا انتوا تشوفون ان شنطه ميك اب عاديه، عرفتوا؟ يو بالغلط حركت المايك، بس شنطه ميك اب عاديه، لا مو عاديه. تفتحون كذا طبعا بتشوفون نفسكم كذا المرايه اوكي، وفيها تخيلوا انوار يعني، وهي تتمكج فيها انوار. وبعد من هنا فيها مساحه للميك اب برشز هنا وللميك اب كذا. انت بعد ماما جايبت لي غلط ايفون 15 برو ماكس، اعطيها انا ايفون. اعطي ماما. انا ايفون 14 بلس. عطيني ماما. الله ماما كان ابي. أيوة هاي فعطتني عين. المفروض انه يعني هاي حاطه مكياجها اوريدي هنا، ترى حتى تقدرون تغيرون التقسيمات. اي يعني تطلع التقسيمات. اللي بعده طبعا قبل لا نقول نوريكم البرودكت اللي بعده، كل الاشياء اللي طلبناها بتكون بصندوق الوصف، يعني اللي يبيها بتلقونها بصندوق الوصف. اللي بعده فخذينا هذا طبعا بالصفة. لا ما راح تكون بصندوق الوصف. لا 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 انت ما تعرفين، انا اعرف. لا ما راح تكون بصندوق الوصف لان ماما قالت انه يمكن هم يلقون اشياء احلى.
تقولين انت خلاص بعدين يمكن تلقونها يمكن لا. المهم بس يعني احسن لكم صراحه، يونس ان كنتوا تدخلون تتفرجون وتختارون الاشياء اللي تبغونها. المهم خذينا هذه المروحه، طبعا حنا ما ندري وش الجو يعني حق المكان اللي رايحين، اتوقع حر فجبنا احتياط لان ما ندري وش الجو. شلون شغله من هنا هنا كذا تلبسونه قبل البسها من ورا، في هذا يعني مريح وخفيف مره كذا قالبته. لا طبعا يتطول هواء بارد عشان يتطول وكذا يعني يصير ابرد شيء، وهذا مره مريح وخفيف عرفت، تقدرون تلبسونه وما راح يعوركم. اللي بعده خذينا هذا، طبعا بننام مثل ما قلت لكم بننام بالطياره فلازم هذا، ما ادري حق مين هذا، حق ماما مش هون دخله الجهه الثانيه. اول شيء هو عكس. اوكي لا كذا اي كذا، طبعا انا ما احبه بس انا احبه مره، أنا أحب مره مريح أبداً. مره سافرت 10 ساعات ما في شيء فاتني الا هذا. المهم فهذا في كذا عشان يعني اذا تموت تسطحون على ورا، ومره مريح واحنا كنا بطانيه ان شوفوا اذا واحد مو زين ومو مريح بتلقونه بسرعه يعني ينزل. هذا جودته مره حلوه ومن هنا مره ناعم. شوفوا اللي بعده الفيديو، اول مره اصور فيديو يطلع 11 دقيقه كأن سوالفنا واجد. هذا ايه هذا طلبناه صالح، شلون يعني هو للاطفال كذا عرفتوا، تحطونه على الطياره ما ادري ما اشوف، بس تحطونه على طاوله الطياره. لا مو الطاوله، من تحت. اي من تحت الكرسي اللي قدامكم على الكرسي حقكم عشان يقدر يمد رجله. طبعا ما راح نفتحه لان اصلا ما نعرف شلون نسويه، بس انه يعني احنا قاعده على كرسي الطياره قدامي كذا خلاص امد رجلي عرفتوا، هو الاطفال لانه قصير يعني. بعدين بعد شرينا صالح، طبعا ما لاحظت ان هذه الطلبيه ولا شيء لي، نصها لصالح ولا شيء لي ترى، الا ولا شيء. لا لا هذه لك. لا مين اجل ماما. المهم شرينا لصالح كفر، طبعا هذا من اختياري لان صالح كفره ايش كفره لونه أزرق كبير، بس كبير مرة كبير، ف يعني شلون بيدخل في شنطته، فخذينا له هذا ويصير ستاند. جيبي ايباد خلينا نسحبه. لا يصير ستاند ترى. اي يصير ستاند عشان الطيارة كذا، مرة حلو لونه صراحة. بس مرة مرة حلو، أهم شيء إنه شفاف من هنا إن شاء الله ماما ما تكون غلطانة. لونه أزرق يعني صالح من ايباد أزرق، فأحسن شيء إنه شفاف. آخر شيء صح؟ لا قبل الأخير هذا. لا أوكي. هذا خلصناه. اوكي اخر شيء هاي اخذت لها شنطه، شنطه سودة ساده ما ادري ايش جوها. شوفوا سودة يعني سادة، انا احب الشنط اللي ساده، بس اذا تبغون تقدرون تشترون بعد شيء انا عندهم الاشياء زي استيكرات او الاشياء اللي تكون وتسوون عليها اشكال مره حلوه. من داخل مره مره كبيره، فيها كم تقسيمه ما ادري كثير، ومن هنا مريحه اهم شيء. انا اخترت شيء مريح من هنا يكون. ومن ورا بعد يعني انت ما راح تاخذينها للمطار صح؟ ما راح تاخذها للمطار، بس انه تحطون عرفت الشنطه كذا، ويعني خلاص تسحبون الشنطه معاكم يعني. وجايز بقول لكم شيء، اتوقع حطوا لايك لكم عشان نتفاعل معاكم وننزل لكم ايش فلوقات السفر. تخيلوا جايز ان احنا ما بقى شيء على سفرتنا، ما راح نحدد لكم كم باقي، يعني بقى يعني ايام. اي لا اكيد باقي ايام، لا بنقول باقي اقل من اسبوعين. لا ألا يعني باقي اسبوع، حول الاسبوع اسبوع وربع. توقعوا وين بنسافر بالكومنتس. اي طبعا هذه يعني الفلوقات الجايه بتصير كلها عن السفر حرفيا كلها، بنوريكم نصور لكم تجهيزاتنا مشترياتنا بنجهز شنطنا. هذه اول تجهيزات، المره الجايه بنوريكم مثلا شنط السفر شلون بنرتبها، بنوريكم ايش بنسوي بالمطار. طبعا هي بتشاركنا بالفلوقات حقت السفر، بس بالسفر فخلوكم تابعوا عشان تشوفوني السفر صح. بس يلا انا متحمسة للسفر عشان كذا. المهم الحين بنختم معكم هذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسون كود الخصم اللي هو عيد 24 هيا، والاشياء ما ادري بتكون بصندوق الوصف ولا لا. ويا باي باي.